تم اليوم الإعلان عن الفائزين في الدورة الأولى لجائزة قطر للتميز الحكومي، والتي تأتي تحقيقاً للقرار الأميري رقم 63 لسنة 2023. التميز في دولة قطر تاريخياً بدأ منذ فترة طويلة. رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة التنمية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها مؤخراً 2024-2030 تنص أيضاً على مؤسسات وأجهزة حكومية متميزة. فيأتي هذا الحفل تطبيقاً لهذا المخرج الرئيسي. تم اليوم تكريم 7 جهات رئيسية. الجوائز تنقسم إلى فئتين، جوائز رئيسية وجوائز فرعية. الجوائز الفرعية هي جائزة التحول المؤسسي، جائزة رأس المال البشري، وجائزة الريادة في التجربة الشاملة. الجوائز الرئيسية تنقسم إلى فرعين أيضا، جوائز التميز وجوائز الارتقاء. في جوائز التميز للوزارات وجوائز التميز للجهات الحكومية وجوائز الارتقاء للوزارات وجوائز الارتقاء للجهات الحكومية. جائزة قطر للتميز الحكومي تقوم على معايير رئيسية، ولو لاحظنا احنا اعطينا الوزن الاكثر للاثر والمخرجات او النتائج. استفدنا من التجارب السابقة داخل الدولة، واستفدنا ايضا من التجارب العالمية، وخلقنا نموذج خاص بنا في دولة قطر. كذلك التميز قائم على التحديث المستمر، لذلك هذا البرنامج او هذا النموذج سوف يحدث باذن الله بشكل سنوي، خصوصا بان الجائزة كل سنتين لاعطاء فرصة للجهات الحكومية لأخذ تقارير الزيارات والاستفادة منها، ومن ثم خلق نموذج تميز لكل وزارة على حدة. من المهم أيضا الانتباه إلى أن أي تميز مبني على عدة عناصر، ولكن أهم عنصر في عناصر التميز هو رأس المال البشري. لذلك من خلال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أطلقنا أيضا منظومة أداء، وهي منظومة تقييم الأداء الفردي. لذلك هنالك ربط بين تميز الأفراد من خلال منظومة أداء وتميز الجهات من خلال جائزة قطر للتميز الحكومي، التي تنضوي وتنصب تحت مظلة أكبر وهي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتواؤم مع خطة التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.